طيب وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أحييكم في ثامن أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد، في يوم الأحد 25 من شهر يناير، في يوم جديد خاص بسن الحول والزمول، من مسافة 8 كيلومترات، وانتهى شوطنا الأول الخاص بالحول في هذا الصباح، وينطلق على بركة الله. أيها الحفل الكريم، الشوط الرئيسي الخاص بالزمول في هذا اليوم، تويوتا ستيشن في إكس آر، جائزة المركز الأول في تحديات سن الكبار في سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن 37 اسما ينطلق في هذا الشوط، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل المشاركين. في هذه اللحظات وصلنا إلى ثامن أيام هذا المهرجان، وغدا هو يوم الختام في هذا المهرجان الكبير. هنا ننطلق وإياكم مع شاهين اللي بالمركز الأول، شاهين لسعيد بن عبيد بن قطيان المري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هذا أيضا هذا مرسال، مرسال على المركز الثاني للسيد زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث من وصلنا ظبيان، ظبيان من يقتحم المركز الثالث، تعود ملكية للسيد عبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري، بينما ننتقل وإياكم إلى رابع المراكز وهو متعب، متعب الملكية تعود للسيد حمد أو حربي بن حمد بن هيام بن سالم العامري على المركز الثالث، وننتقل وإياكم إلى من يأتي في المركز الخامس، في المركز الخامس وهو سراب. الملكية تعود لسيف بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الناصري مشاهدينا الأعزاء. إذن أيها الحفل الكريم، هذه النتيجة في شوط الرئيسي خاص للزمول، خاص لبنوك الإنتاج، خاص لفحول المستقبل، خاص لأقوى الإنتاج هنا وأعتاها في أرضية الميدان. أيها الحفل الكريم، نعود وإياكم إلى من ينطلق، وإلى شاهين، وإلى أحد الممثلين لأهالي الشحانية سعيد بن عبيد بن قطيان المري، هنا متمنين له التوفيق ولكل المشاركين في هذه المشاركة الموفقة في ميدان التحدي. سعيد بن عبيد بن قطيان المري هو من ينطلق أول الأسماء، ومن يكون أقرب إلى الناموس، ومن يكون أقرب إلى السيارة، ومن يكون أقرب إلى التتويج في صدارة الشوط، في موقعة الشرف، في مرتبة الشرف، هذا الاسم الكبير شاهين. تعود ملكيته لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، وشاهين هو حاصل على إنجازات، وإنجازاته عديدة وسجلاته مليئة بالإنجازات. هنا ينطلق في هذا اليوم ويحضر في الشوط الرئيسي، ونتمنى له التوفيق. المركز الثاني مرسال، مرسال هنا منطلق، وهو مرسال قادم، وهو مرسول قادم من الغربية لمشاركة في شوط رئيسي لجلب النواميس لأهالي الغربية، ويحمل لنا شعار زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. من يندفع، من ينطلق في هذه اللحظات؟ المركز الثالث ظبيان، ظبيان، ظبيان في مقدمة الشوط، في المركز الثالث، في أول، في ثالث أسماء، في مثلث ذهبي، في مثلث قوس النصر منطلق ظبيان. أيضا هو من ميدان الشحانية لعبد الله بن سالم بن فاهد الهاجري على المركز الثالث. شوف
الكافيه اللي بتشوف. تدخلت الزمول، تدخلت الاسماء الكبيره، وهذا اولها مياس تعود ملكيته، مياس تعود ملكيته لسعيد بن سالم بن علي الشيخ اللي قادم على المركز الرابع. اسماء تدخلت كبيره وعملاقه، وهذا اللي وصل في هذه اللحظات، ونعطيه الاحترام والتحيه. كفو قادم، كفو صاحب الانجازات، كفو شعار كبير يحمله على ظهر كفو، شعار دائما يتميز برئيسيين الزمول باشواط الرئيسيه. حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، مشاهدينا الاعزاء على الهواء بثا مباشرة، وهذا شعار بن بيشان اللي قادم على المركز الخامس، شعار أحد الفطاحلة قادمين في خامس النداء. أيها الحفل الكريم، انتهى هذا النداء للخمسة مراكز الأولى، ويا هل ترى من سوف يحصد ناموس هذا الشوط، من سوف يسجل هذا الشوط باسمه وباسم شعاره، من هنا سوف ينتزع التويوتا الستيشن في اكس ار. هو جائزة للمركز الأول وزع زعفران وناموس في أيامنا الختامية في هذا المهرجان الكبير. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط. ظبيان أو شاهين في مقدمة الشوط لسعيد بن عبيد بن قطيان المري. أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات وصلنا الأربعة كيلومترات، انتصفنا مسافة الكبار، انتصفنا المسافة الماراثونية هي 8 كيلومترات، المسافة الطويلة في هذه اللحظات. المركز الثاني مرسال، مرسال، مرسال قادم على المركز الثاني لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهو ممثل أهالي الغربية، ممثل أهالي الغربية. يا أخواننا يا مشاهدين، على المركز الثاني، شوفوا المركز الثالث، شوفوا المركز الثالث، عبد الله بن سالم بن فاهد الملامقه الهاجري اللي وصل على المركز الثالث. يلا يا ابو سالم، شد الحيل في شوط رئيسي في هذا اليوم، في ايام كبيره، في ايام المهرجان، في ثامنها في هذا الصباح. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصل في هذه اللحظات كفو، وهو بالفعل كفو في على اسمه، مسمى جميل يا بن بيشان، حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان، وأنت كفو لهذه المشاركة. شعار الساعي، شعار الأسماء الكبيرة، وشعار وحشان، وشعار أسماء انتزعت الرموز. يا السلام، قادم بن بيشان، قادم من المملكة العربية السعودية ليشارك في أرضية ميدان الشحانية ليجلب الناموس لأهالي الشرقية هناك بالمملكة. قادم هنا مشاهدينا الكرام، المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصل مياس، 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 وماركة مياس المتميزة سعيد بن سالم بن علي الشيخ اللي قادم. شوفوا في المركز الرابع أو في المركز الخامس، من يتدخل، من يتدخل في هذه اللحظات، وهذا مزعل لمحمد بن حمد بن سعيد بن حمد المري في خامس النداء. هناك بنعود مرة أخرى إلى الصدارة، وتغيرت الأمور. يا مرسال، 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 من ينطلق وهنا يسيطر، وهنا يتربع، وهنا يرقص على أرضية الميدان، هنا في هذه اللحظات. مرسال لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، هنا الإعصار الغربي يتواجد في سن الكبار، يتواجد في سن الزمول، يتواجد في بنوك الإنتاج في هذه اللحظات. هذه الزمول، وهذه الزمول القوية، وهذه الأسود الهاجمة في هذه اللحظات المنطلقة العانية في هذه اللحظات. هذا اللي وصل كفو، كفو العملاق، كفو الكبير صاحب الانجازات حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان. جماهيرك يا بن بيشان بانتظار شوط الرئيسي، متشوقين لشوط الرئيسي مع هذا الاسم الكبير، وجماهير كفو ايضا متشوقين لكي يشاهدوا ماذا سيفعله كفو في هذا الشوط الرئيسي.
نتمنى التوفيق للكل، نتمنى التوفيق للكل، ونتمنى الناموس للكل في هذه اللحظات. المركز الثالث، يا سلام، هذا مزعل، هذا مزعل، هذا المفرح دائما. حمد بن محمد بن سعيد محمد المري على المركز الرابع. ياهي جمول، ياهي جمول هاجمة، ياهي أسماء كبيرة، ياهو شوط رئيسي. وهذا اللي اقتحم، هذا اللي اقتحم. وصلنا خبر عاجل، خبر عاجل من الرميثي قادم بأنه سوف يحمل لنا الشوط الرئيسي. خبر عاجل، خبر عاجل، عوض بن حمد بن بيات الرميثي. هذا مالك شاهين، وصل راعي شاهين، راعي الرموز، راعي شاهين، حمد بن بيات أو عوض بن حمد بن بيات الرميثي مع خبر عاجل قادم في هذه اللحظات. 1500 متر، 1500 متر، وبدأ هدير الزمول، وبدأ هدير الزمول في شوط الرئيسي، هدير الفحول في رئيس الزمول في هذه اللحظات. ودقت الطبول مع 1200، يا سلام، مرسال وكفو وأسماء كبيرة. ومتعب لحربي بن حمد بن نهيان العامري، وأيضا خبر عاجل لعوض بن بيات الرميثي. ولكن الأمور تسير لصالح بن بيشان إلى المملكة العربية السعودية، هناك إلى سودة إذا فاز بن بيشان. المركز الثاني، وصلنا متعب، متعب يا متعب الركاب، متعب يا متعب الزمول، منطلق في هذه اللحظات. هنا حربي بن حمد بن هيان العامري، الكيلومتر الأخير، الشوط الرئيسي لمن يا مشاهدي العزيز؟ تشاهد هدير الزمول. الله 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 الله، إنها الأسود الهاجمة على أرضية ميدان الشحانية. وانطلق متعب، وانطلق متعب لحربي بن محمد، حربي بن حمد بن هيان العامري. يا الله يا المعركة، كفو لحمد بن محمد بن فهد بن بشار. يا سلام يا سلام، شوفوا الانطلاق، وهذا سراب لسيف محمد الناصري، وزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع مرسال. وكفو لحمد بن محمد بن بشار. ياهو شوط، ياهو شوط رئيسي للرئيسيين. ياهي معركة لمن؟ معركة رباعية سوف تنتهي بفوز من في هذه اللحظات؟ هل هو كفو أم هنا متعب أم هنا مرسال أم هنا مياس؟ المعركة طاحنة، المعركة مستمرة. كفو إلى المملكة العربية السعودية مع حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. وصل شاهين لمبارك بن سعيد محمد الكليلي. يا سلام يا سلام يا كفو، كفو كفو، والسيارة مع كفو أم مع شاهين؟ مبارك بن سعيد الكليلي ينتزع شوط رئيسي في صباح هذا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه لحظات الفوز ولحظات الناموس. المركز الثاني، وصل كفو لحمد بن محمد، أو وصل مرسال لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث، وصل كفو لحمد بن محمد بن بشان العجمي. وفي المركز الرابع وصل شاهين، أو خبر عاجل لعوض بن حمد بن بيات الرميثي. وفي المركز الخامس من وصل؟ سراب لسيف بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الناصري. مشاهدين الأعزاء، تهانينا والناموس، وناخذ التوقيت الزمني لحظة الفوز، لحظة التتويج مع مبارك بن سعيد الكليلي. و هذه لحظات الفوز وشوط الرئيسي ذهب مع مبارك بن سعيد الكليلي. لحظة الفوز والانتصار، هذا هو ما تشاهدونه أمامكم على الهواء مباشرة، مع ثلاثة أسماء، مع كفو ومتعب، مع كفو وشاهين ومرسال. 13 دقيقة 11 ثانية، 10 أجزاء من الثانية. المركز الثاني مرسال لزايد محمد بن زايد المنصوري، 13 دقيقة 11 ثانية، 18 جزء من الثانية. المركز الثالث كفو مع حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان، وتوقيتها الزمني 13 دقيقة 11 ثانية 32 جزءا من الثانية. إذن مشاهدينا الأعزاء، هكذا شهدنا وإياكم الشوطين الأولين
لسن الثناء لسن الزواج.